أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، مع نموذج جميل من نماذج تحدي الإعاقة. الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليس الجسد. صديقتنا الجميلة نموذج جميل لكل متعدي الإعاقة. رغم بتر أهل سقايا وأعز رعايا بإرادة قوية بتعيش حياتها، بتستمتع بيها وبتواجه كل الصعوبات والتحديات. ثقتها بنفسها خلاها تعيش حياة سعيدة حتى لو كانت على ساق واحدة وزراعة واحد. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية، رفضت الاستسلام لليأس بتعيش حياتها بسعادة رغم كل التحديات والآلام اللي بتمر بيها. قوة إرادتها وثقتها بنفسها تتحدى الإعاقة وتواجه كل صعوبة.